احنا النهارده كان عندنا ماتش في دور ال 32 في كاس مصر مع بني سويف، الحمد لله يعني كسبنا فرق سكور، وباذن الله احنا دلوقتي بنحاول نعد للفتره الجايه عشان خاطر عندنا ماتشات كتير قوي في فتره قليله، فاهم حاجه بس ان احنا البدنيه نبقى يعني واقفين على رجلينا ومركزين الفتره الجايه دي عشان خاطر الماتشات كتير الفتره الجايه، فباذن الله ربنا يوفقنا ونقدر كمان يعني نجيب البطوله اللي هي كانت غايبه عن النادي بقى لها يعني ممكن سنه او سنتين تقريبا، فاحنا يعني بنلعب ان شاء الله ان احنا نكسب البطوله باذن الله. مشوار الكاس النهارده بيبتدي ان شاء الله كده يبقى خير علينا ان شاء الله، ونحاول نرجع اللقب اللي هو بقاله فتره كبيره جدا غايب عن نادي الزمالك وعننا، فان شاء الله هنحاول مركزين. الحمد لله النهارده الفرقه كانت مركزه وادت اللي عليها والشكل الحمد لله كان كويس، وهو ده اللي احنا عاملين حسابنا عليه، وعندنا 3 ماتشات الاسبوع ده، الفتره دي هيبقى في ماتشات كتيره، نحاول نركز ونحاول يعني ندخل شويه مجهود ونقسم المجهود على اللعيبه كلها، وده اللي احنا ده المدرب يعني ماشي بنفس السياسه دي، فان شاء الله احنا ماشيين الموضوع واحده واحده، والحمد لله النهارده بدايه المشوار، وان شاء الله يكون يعني ان شاء الله نهايته من نصيبنا باذن الله. جمهور الزمالك هو الاساس، هو يعني اوقات كتير جدا يعني الواحد بيبقى يعني هدفه الشاغل ان هو يساعدهم، ويعني حتى هم مش موجودين في المدرجات لكن هم موجودين في على طول في عامه في دماغنا وفي قلوبنا فعلا يعني. اتمنى ان شاء الله السنه دي نساعدهم، اتمنى ان احنا نحقق ان شاء الله هو اي بطوله ان شاء الله نشارك فيها، هو ده اللي احنا ان شاء الله بنسعى له يعني. الحمد لله كان ماتش يعني نوعا ما كويس لينا، اول ماتش هنا في الكاس، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الادوار اللي جايه وناخد البطوله الغايبه بقى لها 5 سنين عن النادي ان شاء الله. الحمد لله يعني اول واحد بيرجع لسه راجع للملاعب قريب، وان شاء الله اقدر اجيب مستوايا واقدر افيد الفرقه، وان شاء الله ناخد البطولات الباقيه في الموسم ان شاء الله. Today the most important was to win the game that will give us the opportunity to continue playing the cup. Was not a really difficult game, but of course we respect the opponent, and of course we try to play a good handball to the supporter.